ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم محمد الألفي، وده فيديو جديد من جيم اوزوكي، ودي 52 جون ستريك. انا قعدت برضه النهارده اسال يعني على فيسبوك وكده، ويعني كنت عايز اعرف ايه اعلى جون ستريك عشان يعني عشان اكتب ايه تايتل، لو هي مثلا اعلى جون ستريك في مصر ولا حاجه، يعني مش تفرق قوي، بس يعني كنت عايز اقول بس يعني هي 52 جون ستريك. و بلعب مالتي تيم معايا شوية اتنين من صحابي يعني، وفي واحد انا اهبل قوي يعني مش عارف هو بيعمل ايه، هو قاعد بيديني بيفيدني ستريكس يعني، قاعد بيطلع وانا بخش مش فاهم، حمار قوي يعني مشفتش زيه. و انا مش عارف اتكلم على ايه النهاردة. بكرة ممكن برضه اقول الكلاس سيت اب، كنت بستعمل A94 ومعليه فاس. ايه ده ايه ده، انا ما قتلتوش، الله عاش عليا قوي. كنت بستعمل A94 عليه فاست ماكس وستوك، وايه تاني تقريبا، و هارد لاين فلاج جاكيت وسكافنجر، ايه تاني، حطش توفنس. انا برضه التوبيك تقريبا النهارده هتكلم على اللي هو الفرق بين يعني توفنس وسكافنجر، الناس بتحط ايه وكده. يعني التوبك ال ايه تانية، ليش مش سرحانة اوي انا النهاردة، مش عارف اركز، منمتش بقالي يومين ولا يوم نص حاجة كده طبق يعني. حاطط تاكتيكال ماسك كي 3 كيو اي في في سات اي ام بي، ده كلاس اللي بلعب بيه كل مرة. و بس نبدأ بقى يعني التوبك بقى بقى كده على الجيم بلاي يعني. يعني برضو انا في على البلاي ستيشن بحب احط يعني توفنس، واكس بوكس بحب احط في سكافنجر، مش عارف ليه توفنس البلاي ستيشن كلها بتحطه، فبحب احط يعني توفنس عشان يعني عشان حد جوا يقعد يعني عشان يعني مش عارف والله، عارف عايز اعرف ليه يعني بالظبط، بس مش عارف. لا لا محدش ياخد في باله برضه، انا قاعد بهيس مش عارف اقول ايه. يعني انا بحب احط توفنس احسن من سكافنجر على البلاي ستيشن، بس البلاي ستيشن بحط سكافنجر عشان بجيب جون ستريكس وكده. البلاي ستيشن بلعب يعني بلعب عشان كيلز وكده، يعني مش بلعب للاوبجكتيف ولا جون ستريك ولا حاجه يعني معينه. وبرضو انا بدات برضو حكايه السكريمز دي على البلاي ستيشن ولا والاكس بوكس، لسه قريب يعني، لسه جديد، لسه عريس جديد على الكومبيتيتيف، لسه بدأ ألعب كومبتيتيف قريب، فيعني لسه وادي نيوكلير يعني مش سريع أوي يعني. ايه ده، هي تقريبا في دقيقتين، انا بعد ما اخلص الريكورد ده انا هتفرج عليها تاني واشوف هي بقد ايه، عشان المرة اللي فاتت في برضه ملحوظة كده، في الجيم بتاع اللي فات انا كنت غبي يعني، عملتلها ابلود على 2:14 ما لاحظتش خالص اللي هي يعني ما لاحظتش خالص اللي هي اسمها ايه، الهوست عمل مايجريشن واللي يعني الجيم بلاي اتقسم، وايه اللي حصل، الجيم بلاي خلص. معلش انا برضو معنديش اديتنج بروجرام، تعبان انا في الموضوع ده، ف محدش بس يركز في الحته دي خالص، انا هجيب الفيلم اللي بعده. فيلمز ولا اي فيلم صح، بعد كده نكمل بقيه الجيم بلاي عشان انا مش عارف، ما عنديش اديتنج بروجرام ولا اي حاجه، لو حد اديتور كويس يبقى يعني يساعدني ولا حاجه، عشان انا بستعمل ماك جديد ومش يعني ايه كل ده لودنج يا عم في ايه. ايوه لسه اديتور جديد يعني، فمش عارف يعني مش عارف اعمل ايه في الوقت ده يعني. الماك دلوقتي ايه ده، عشان برضه اوريكم ايه ده، ده جيم بلاي تاني ولا ايه؟ ده انا معلش يعني كنت بتفرج على واحد من اصحابي. انا ايه ده ايه ده ايه ده، واقف الصلاة دي يا ربي. بس برضو لو حد برضو كان شايف قبل ما اوقف وكان شوف كيلز هو نفس الجيم بلاي، عشان محدش يقول لي برضو حاجة توقعها يعني. الجيم بلاي اللي فات كان فاضل قد ايه فيه يعني، انا برضه بلعب مع نفس الناس يعني عشان محدش يقول لي اي حاجه.
عيدوا الكلزة، شوف الكلزة دي عيدوها يعني. ايوه عشان بحبش الكلام ده خالص، فاسيبكوا كملوا. ايوه داشبورد، انا كابتن داشبورد. وتقريبا هو تقريبا كده قربت، جبت قرب يخلص. اه لا لسه لسه كام كيل كده. انا قعدت برضه عايز في اخر الجيم يعني. مش عارف اتكلم على ايه تاني، عايز اتكلم الجيم بلاي كله يعني عشان محدش يزهق، ومبحبش برضه احط ميوزك في الاخر عشان الناس يزهق. كنت بتكلم برضه على موضوع سكريمز ده، يعني اللي عايز يلعب معايا سكريمز، يلعب ضد سكريمز اللي هي بأي حاجة. بفكر برضه ابدأ سيريز هو كريم ما تقريبا هيبدأها قريب، ماينكرافت يعني. في ناس متحبهاش، ممكن يعني اللي عايز يتفرج عليها يتفرج يعني. هي لعبة بص يعني لعبة في ناس كتيرة متحبهاش، ألعبها على الاكس بوكس مش بي سي يعني. واللي عايز يتفرج عليها يعني حلو، ده كان غبي قوي يعني. والتمثيل بتاعت ماينكرافت دي يعني هلعبها انا وكريم، وليتني حاجه يعني هي تبقى ابسود معينه، ممكن مثلا تاخد يعني. كريم مش عارف لسه هيعملها ابلود امتى ولا حاجه، لما يعملها ابلود يعني هو شارح كل حاجه فيها يعني، مش هعيد تاني كل اللي هو قاله يعني فيها. و ايه عايز اقول ايه، السكريمز، حكايه السكريمز على البلاي ستيشن والاكس بوكس. انا عايز ابدا سيريز وابدا ويعني اخلي الناس تلعب ضدي ومعايا يعني، عشان مقوليش فيك ستاتس بقى والكلام ده. وبرده بدات انا عملت فريش ستارت على البلاي ستيشن، وبرده عايز اعمل فيديو اوري الستاتس بتاع جيمرز او بي كلها، انا وكريم ولبيب وشريف. عايز اوري الستاتس يعني بتاعتنا كلنا، محدش يعمل فينا فريش ستارت. و يعني ايه اللي انا قلته ده، هو فريش شريف كان عمل فريش ستارت عشان كان هو بيقعد يلعب ليج بلاي بس في الاول خالص، بيلعب ليج بلاي فراح عمل فريش ستارت. قال لا انا شايفها كده عايز يلعب عادي، واخد رانك عادي حلو. مش فاكر مش واخد رانك ايه، بس ادينا انا موت دلوقتي. ورب يعجبكم الفيديو، لايك كومنت وسبسكرايب، ورب اشوفكوا يعني اشوفكوا ايه بس ايه الهبل اللي انا قلته ده. تبقوا تشوفوا بقى الفيديو الجاي.